السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقة الخاصة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة ما تخش للفرن، يعني ما راحينش طيبوها، راحين تكملوها بالخف، سيختو اللي راهم متأخرين على الحلويات وحابين يديروا شحال من نوع. هاد الوصفة هذه ما فيهاش بزاف المكونات وتاني اقتصادية وسريعة، وراحين تكملوها بالخف. تبعوني برك وجدوا برك الليمون تاعكم تاع السيليكون، سيختو اللي عندكم الأنواع هذوك، هذاك هو الفارق، يعني هذاك هو اللي راح يدير لكم هاد البهاء كامل. مي سينو كلش اقتصادي، ما نطولش عليكم، نروحو ندخلو في الوصفة مباشرة. اول حاجه هنايا شوفوا المكونات اللي عندي. عندي هنا كاوكاو يكون محمص ومرحي متوسط كما راكم تشوفوا، وعندي ايضا البسكوي ايضا مرحي. ديروا اي بسكوي عندكم تاع الشوكولا ولا تاع الفاني ولا تخلطوا ما بيناتهم ولا حتى ديروا الصابلي. عندي هنا شوكولا بيضاء وعندي حلوه الترك، هادو هما المكونات. دوك ندخلوا في طريقه التحضير ونزيد نشرح لكم. هنايا ذوبت 250 غرام نتاع شوكولا يعني بيضاء، درتها في حمام مائي ولا ديروها في الميكرووند، المهم بالك تتحرق لكم عسوها. ومن بعد راح نفتت لها حوالي ملعقتين نتاع حلوه الترك، وراح نضيف لها البسكوي، يعني خطره ندير بسكوي خطره ندير كاوكاو، ما كاش مقادير مضبوطه. نتوما كي ديروا الشوكولا مثلا درتو 250 ولا 300 ولا 400، المهم قعدوا تزيدوا شويه بسكوي شويه شوكولا شويه بسكوي شويه كاوكاو شويه بسكوي هكذا حتى تتلم لكم، يعني هاد المكونات هذوما يولي لكم يعني عباره عن قوام يجي شويه تلاصق، يعني عجينه تولي شويه تلاصق. هذه هي ما حاش نديروها عجينه يعني متماسكه هكاك صحيحه، راح نديروها شويه تلاصق تجي فيها الشوكولا رايحين يعني تشد روحها. كيما قلت لكم هنايا تحبوا ديروا الكاكاو اكثر ولا تحبوا ديروا البسكوي اكثر. البسكوي اللي عندكم الصابلي هذاك المكسر ولا خسرت لكم الحلوه ولا ما ترموا حتى حاجه، الا محروقه كرطوها بهذيك لاغاب يعني نحولها الحريق، وكما نقولوا حنا كسروها هكا رحوها، ومن بعد رايحين تخدموا بها هكذا. زيدوا لها برك لحبيتو شويه فاني شويه ما كانتش يعني عندها المنكهات، مي سينو ما عندك ما تزيدي ديجا مع حلوه تركم على الاخر راح تجيك ولا اروع. هذه هي بعد ما نخلطوها وتحصلوا على عجين يكون متماسك. هنا راح ناخذ ليمون تاع السيليكون. ليمون تاع السيليكون ديروا اي نوع عندكم، اي نوع عندكم، ولا عندكم شحال من نوع بدلو، يعني كما نقولوا حنا نوعوا باش هكذاك تبان لكم بلي درتو شحال من الكاطو. هذه هي رايحين نعمروهم ومن بعد راح نديروهم في الكونجيلاتور حتى يشدوا روحتهم. والانواع هنا ديروا اللي حبيتو كما قلت لكم، المكونات بسيطه، تقدروا ديروا بالمكسرات اخرى لا عندكم يعني امكانيه، تحبوا ديروا لوز ديروا لوز، حبيتوا ديروا الجوز ديروا جوز، يعني تحبوا تخلطوا ما بيناتهم. المهم انا جبتها لكم بطريقه اقتصاديه. كما قلت لكم البسكوي مام هذاك المكسر ولا راح تستفادوا منه وراح تخدموا به، مي سينو اشرو باكي بيمو ولا اي نوع تحبوه ولا المهم اي نوع، انا مانيش ندير بيبليسيتي ولا اي نوع يعني تحبوه، باسكو انا مزيت العقليه هذيك تاع بيمو تاع البلاد سي بوغ سا يعني مبكري نحبوه. هذاك الشيء قلت لكم هكذا. مي سينو ديروا اي غاطو يعني يكون سامبل، ماشي لازم يكون كما نقولوا حنا الماركه ذات جوده ما نش عارف وشنو. كي راح تخلطوا له هذا الكاوكاو وهذا الحلو الترك يعني مع الشوكولا هذيك هي راح يجيكم الله الله. هنا ثاني ذوبت الشوكولا السوداء في حمام مائي، ولا تحبوا ذوبوها في الميكرووند ولا على النار. شوفوا ولا درتوها فوق الفرن لازم تكونوا قدامها ولازم تعسوها، هذه هي، والنار تكون قليله 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 بزاف، ولا درتوها في حمام مائي تاني ما تخرجش هذاك البخار كامل يدخل في هذاك الصحن يكون فيها الشوكولا. شوفوا انا اضفت حلوه الترك، قلت لكم درت حوالي زوج ملاعق، ونبقى نزيد هذا شويه كاكاو وشويه بسكويت حتى تلم لي يعني هذه العجينه نتاع البنيون تاعنا كيما راكم تشوفوا، ونخلطوا. المهم ما ديروش يعني قوام يكون صحيح هكذا، خلوه شويه يتلاصق هكذا مع اللي تحطوه في المجمد راح يشد روحو لاباس كيما قلت لكم. وهنايا ليمون ديروا اي نوع تحبوه، اي نوع تحبوه. دوك الا عندكم نوع واحد، شوفوا انا هذايا شحال هو عندي، صافي نقول لك واحد 3 سنين ولا مي جامي خدمت به، جامي خدمت به، قلت اليوم راه غنسي ندير هذا النوع هذايا ونشوف كيفاش نسقمو، يعني ما ديروهم سامبل وتنحوهم راح يلبي الطالب، ولكن كي تشوف العين هكذا تحسي بلي خصو شويه تزيين خصو. انا هادو ما كاملش وما قنعونيش، كي خرجتهم قعدت كل خطره نزيد حفسه نزيد عفسه نزيد عفسه يعني تاكلني يدي من هذه الناحيه حتى يعني باش نسي نغير لهم الشكل تاعهم. كما قلت لكم الانواع ديروا عمرو اللي حبيتو، وهادو هما راح ندخلهم في الكونجيلاتور. ودرت ثاني واحد الليمون ما وريتهم لكمش، شوفوا هنايا بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور غني من المجمد رايحين دركا نزينوهم. مام هذوك الاوفال يعني انا درت لهم من ناباج، وهذاك الناباج خلطت له لا كولور الصفراء، دوك تشوفوا يعني كش راح ندير كيما راكم تشوفوا راني نعمر فيهم، درت ناباج واضفت له الملون الاصفر. دوك اللي عندكم ثاني العطر تقدروا تحبوا تزيدوا العطر في هذاك الناباج زيدوا له. المهم عمرتهم بعد بانوا لي صامطين، قلت هو لازم نبدلهم يعني ندخل شويه تعديله وتغيير ولا. شوفوا هادو تانيك يعني هاد الزهرات اللي مش عارف شي يسموهم، هادو تانيك راني درت لهم يعني ناباج درت له لا كولور حمراء
وهادو تانيك ما راحش نخليهم في حالهم، تانيك راحين ندخل عليهم التزيين، يعني باش يقنعني لازم التزيين. شوفوا هنا كيما راكم تشوفوا راني ندير في الخطوط على هادوك الاشكال ديال تاع المادلين هادوك، تانيك باش يمدوا لي شكل يعني يكون رائع. درت مع الاول الخطوط غير هكذا بانوا لي تانيك سنتيم، قعدت يعني من بعد عاود درتهم على شكل مربعات، عاود دوك تشوفوا كيفاش ندير. وهادو تاع الاوفر درت لهم يعني خطوط عشوائيه هكذايا، شغل كيفاش نقولوا حنايا زيكزاك، شغل زيكزاك هكذا غير باش يقنعوني شويه، يعني باش يمدن لهم الجمال يكونوا شابين. يعني شوفوا هنا بعد درت هاد الخطوط هكذايا باش ندير هادوك العقيق شات ولا نديرو اي تزي اي كيفاش يسموها هذيك تاع الفيغميسال، ولا تاع الفيغميسال ولا اي حاجه. شوفوا هنايا عاودت لهم كاع، انا ما خليتهمش في حالهم، قعدت ثاني زدت لهم خطوط بهذه الطريقه كيما كتشوفوا. مام هادو تاع القلوبه ثاني درت لهم خطوط هكذا، منها ند لهم شكل ومنها باش يجوا يعني صحاح الحبات مع الشوكولا، يعني مع تيبس عليهم تجيني حبه صحيحه. ودرتهم هاد الحلوه هذه على شكل فراشات، ولا قلت لكم هنا تزيين اختياري. وهادو ثاني درت لهم يعني دايرين كيل فيغميسال مكسر هكذايا، حلوه شغل مكسره دايره كيل فيغميسال. نزين كامل بهذه الطريقه حتى نكمل كما راكم تشوفوا هنايا. ومام هادو ما قلت لكم ما خليتهمش في حالهم، ثاني دخلت لهم تزيين، منها يجوني صحاح الحبات ومنها ثاني نعطي لهم الشكل. انا نعطيكم فكره برك باش برك نقرب لكم يعني الافكار، وانتم ديروا واش حبيتوا. اذا هادو هما الاشكال تاعنا كما قلت لكم، كاينين ما وريتهم لكمش باسكو عندي شويه بزاف منهم، بون صافي ديزاني كاين اللي شريتهم كاين اللي عندهم سنوات وكاين اللي كيما شريتهم وكاين اللي عمري ما جربتهم. قلت هذه فرصه ندير هاد الاشكال هادوما، منها نخدم هاد الليمون منها نعطيكم افكار، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اذا هادو هذه هي الوصفه تاعنا، حتى اللي تكون روطه راح دير بهاد المواد الاقتصاديه هادو، راح دير شحال من نوع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه. اذا واش نقول خياتي حباباتي، نتمنى ان شاء الله يعني نكون وفقت في هذا الشيء، وماذا بيا تعطوني رايكم في التعاليق. يعني حاجه بسيطه كما راكم تشوفوا خرجنا شحال من نوع، ودوك نوريلكم تانيك واحد النوع قبل ما نخليكم بخير وعلى خير. دوك نوريكم واحد النوع تانيك، يعني ما درتش معكم تانيك شباب، درت لهم من الداخل كراميل، درت هذاك الحشو نتاع الكاوكاو وتاع البيسكوي والكراميل والاخر، وبصح درت لها عجينه متماسكه في هادو المدورين هادو اللي تشوفوا فيهم، درت لهم عجينه متماسكه ماشي تاع القلوب الاخرين، درت لهم عجينه متماسكه ودرت لهم من الداخل كراميل، يعني جو ولا اروع. راني خرجته في واحد الفيديو قصير هادوك تاع شورت، هادوك راني خرجته. اذا في الاخر نقول خياتي حبابتي تهلاو في روح لكم، رمضان كريم، صحة فطوركم والسلام عليكم.